إذا كان بإمكان أي شخص التعامل مع المواقف الصعبة والمرعبة فهم الجنود، ولكن على الرغم من أن معظم قصص الحرب تنطوي على تفادي الرصاص ومحاولة القضاء على العدو، إلا أن بعض قصص الحرب مخيفة بما يكفي لإرعاب أكثر الجنود شجاعة، خاصة القصص التي تتضمن أحداثا غريبة يصعب تفسيرها. اليوم سنحمل بنادقنا ونتوجه إلى الخطوط الأمامية لنرى كيف واجه الجنود مجموعة من الوحوش المرعبة، ثعابين بطول 15 مترا وغيرها من المخلوقات المخيفة. العدو المشترك. كانت حرب فيتنام موطنا لأهوال لا حصر لها، بما في ذلك حرب العصابات التي لا هوادة فيها، الأسلحة الكيماوية وعدو مشترك مثير للرعب. تم خلال الحرب تقديم تقارير من كلا الجانبين تشير إلى معارك مع عدو مشترك متمثل في مجموعة من المخلوقات التي تقذف الحجارة الضخمة على الجنود. حسب التحقيقات الرسمية التي أجريت في ذلك الوقت، زعم الجنود أن هذه المخلوقات يبلغ طولها 1.82 متر، وهي مغطاة بالشعر الأحمر. أطلقت عليهم القوات الفيتنامية اسم الباتوتوس، في حين أطلق عليهم الأمريكيون لقب القردة الصخرية. أخذ الجنود من كلا الطرفين الصراع مع تلك المخلوقات على محمل الجد. وفي عام 1974 نظم جنرال فيتنامي يدعى هوانغ مينه ثا رحلة استكشافية للقبض على أحدهم، ولكن لسوء الحظ لم تنجح تلك الرحلة الاستكشافية. ولكن عام 1982 أعلن أستاذ في جامعة هانوي التربوية أنه اكتشف أثر قدم مشابه لأثر قدم البشر بطول 28 سنتيمترا في إحدى غابات فيتنام، ولكن تلك القدم لم تكن بشرية ولم تتطابق مع أي نوع معروف من الحيوانات. لكن العثور على المخلوق الذي تركها أيضا لم يكن ممكنا، واليوم طور المشككون في هذه القصة الكثير من النظريات لشرح ما حصل. إحدى تلك النظريات تفسر ما حصل بتواجد قرود إنسان الغاب في غابات فيتنام، وهي تتميز بشعر أحمر كثيف، ولكن تلك القرود انقرضت في فيتنام منذ آلاف السنين، والنوع الوحيد المتبقي منها صغير الحجم وليس لديه شعر أحمر. أما النظرية الأقرب للمنطق فمفادها أن الجنود المشاركين في حرب فيتنام تعاملوا مع الكثير من الضغوط النفسية خلال الحرب. قد تكون تلك المخلوقات عبارة عن هلوسة سببها عدم استقرار الحالة الذهنية للجنود. وبالنظر إلى التشابه بين باتوتوس والبيغفوت الأمريكي، يمكن أن نعرف كيف وصلت هذه الهلوسة إلى عقول الجنود. نأمل أن تكون تلك المخلوقات مجرد هلوسة، وإلا فلن يقوم أحد بزيارة الغابات الفيتنامية مجددا. عملاق قندهار. في عام 2002 انقطع الاتصال مع فرقة من جنود الجيش الأمريكي في قندهار بأفغانستان، بعد أن غامروا بالتوغل إلى الجبال خلال دورية عادية. بعد أيام من عدم القدرة على التواصل معهم، تم إرسال فرقة العمليات الخاصة للعثور على الجنود المفقودين. توجهت فرقة القوات الخاصة إلى آخر موقع معروف لهم، ومن هناك بدأت عملية البحث في منطقة جبلية تغطيها الحجارة والأتربة. أثناء البحث عثر فريق القوات الخاصة على مجموعة من المعدات العسكرية الأمريكية المكسورة، وبعد مواصلة السير على نفس الطريق عثر أيضا على عظام بشرية بجانبها ملابس خاصة بالجنود الأمريكيين وأجهزة اتصال محطمة. في نهاية الطريق صادفت الفرقة كهفا ضخما به المزيد من العظام والمعدات العسكرية المتراكمة حول المدخل. افترض أفراد الفرقة أنهم عثروا على مخبأ لتنظيم طالبان الإرهابي، وبينما كانوا يستعدون للاقتحام خرج رمح عملاق من الكهف وأردى أحد الجنود قتيلا. بقي الجنود في حالة صدمة، وأثناء ذلك خرج عملاق بطول 4.5 أمتار من الكهف وهاجمهم. أطلقت الفرقة النار على العملاق لمدة 30 ثانية قبل أن يسقط أخيرا على الأرض، وبعد ذلك تم طلب طائرتين مروحيتين لنقل أفراد الفرقة وطائرة شحن من نوع C-130 لنقل العملاق إلى وجهة مجهولة.
بعدها تم إجبار فرقة القوات الخاصة على التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء وكتابة تقرير بعد العملية يستبعد أي ذكر للعملاق، حيث تمت الإشارة إليه على أنه عدو. ظلت القصة سرية حتى عام 2016 عندما تقدم أحد الجنود بشكل مجهول لمشاركة قصته عبر مقطع فيديو على اليوتيوب، وهو المقطع الذي تم حذفه لاحقاً. عندما انتشرت القصة بدأ بعض الأشخاص في الاتصال بالبرنامج الإذاعي To Coast AM Coast الذي يقدمه جورج نوري، مدعين أنهم كانوا متمركزين في المنطقة في ذلك الوقت وأنهم أيضا شاهدوا ذلك العملاق، ولكن ذلك البرنامج الإذاعي معروف بعدم نزاهته، مما يجعل تصديق أولئك الأشخاص صعبا جدا. ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى صرحت وزارة الدفاع الأمريكية بما يلي: ليس لدينا أي سجل أو معلومات عن أحد أفراد الجيش الأمريكي الذي قتل على يد عملاق في قندهار. ولكن المثير للاهتمام هو أن جنديا أمريكيا يدعى دان هو نفس اسم الرجل الذي يزعم أن العملاق طعنه بالرمح، كان قد توفي في قندهار في عام 2002، ولكن سبب وفاته كان انفجارا. يعتقد بعض الناس أن هذا يثبت أن القصة ليست سوى خدعة، بينما يزعم آخرون أنها دليل على تستر الجيش الأمريكي على الحقيقة، فربما توفي دان بطعنة رمح، ولكن السلطات ألفت قصة الانفجار للتغطية على ما حصل. ما رأيكم أنتم؟ أخبرونا في التعليقات. الأرواح المتجولة. في الفولكلور الفيتنامي، إذا لم يتم دفن الشخص بعد موته، فقد تصبح روحه شبحاً يتجول في الأرض إلى الأبد. وفي عام 1969 أثناء حرب فيتنام أصبحت هذه الخرافة حقيقة. حدث ذلك عندما بدأ عدد من جنود الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام بسماع أصوات أشباح تناديهم في الغابة كما ستسمعون. كان الجنود يسمعون بكاء الأطفال الباحثين عن آبائهم ورجالا يصرخون من شدة الألم، إضافة إلى عبارات مخيفة مثل إنه الجحيم، أنا في الجحيم، إياك أن ينتهي بك الأمر مثلي. ولكن في الحقيقة لم تكن تلك أصوات أشباح، بل إنها كانت جزءا من تكتيك عسكري أمريكي يسمى عملية الأرواح المتجولة، استخدمت الولايات المتحدة مدنيين من فيتنام الجنوبية لقول هذه العبارات على شريط مسجل قبل تعديلها وتشغيلها بصوت مرتفع بواسطة مكبرات الصوت الموضوعة في الغابة وعلى الطائرات المروحية. وكانت تلك حربا نفسية تهدف لاستغلال الخرافات المحلية لبث الرعب في نفوس الجنود الفيتناميين. نجحت الخطة في بعض الحالات، وفي حالات أخرى أطلق الجنود النار على مكبرات الصوت والطائرات مما أدى لتوقف تلك الأصوات. عين البحر. البحر مليء بالكائنات العملاقة الحقيقية كالسمك المجدافي العملاق، ولذلك ليس من المفاجئ أن يحب البحارة رواية قصص مختلفة عن اللقاء مع بعض الكائنات العملاقة مثل تنين البحر، حورية البحر، وكذلك وحش كراكن الأسطوري. ولكن هل تلك الكائنات موجودة فعلا؟ خلال الحرب العالمية الثانية كان جندي في البحرية البريطانية يدعى اي جي ستاركي يصطاد ليلا من على ظهر السفينة وسط المحيط الهندي، حينها لاحظ دائرة كبيرة خضراء اللون تحت سطح الماء. حدق ستاركي في تلك الدائرة قليلا وأدرك أنها تتحرك، مما أصابه بالدهشة. أدرك الرجل أنه يشاهد عين مخلوق كراكن الأسطوري، وركض ستاركي إلى الطرف الآخر من السفينة وأدرك أن ذلك الوحش يمتد ليتجاوز طوله طول السفينة البالغ 53 مترا. وعلى سبيل المقارنة مع كائنات بحرية عملاقة تم اكتشافها فعلا، فإن أكبر حبار عملاق تم العثور عليه وصل طوله إلى 17 مترا فاصلة 9،
أي أنه تقريبا بثلث حجم الكائن الذي شاهده ستاركي. بعد ذلك غاص الوحش إلى أعماق المحيط دون أن يظهر مجددا، وركض ستاركي ليخبر بقية البحارة، وسرعان ما بدأت القصة بالانتشار. اعتقد الجميع أن ستاركي قد رأى وحش كراكن الأسطوري، ولكن هذه القصة تثير بعض التساؤلات. لماذا لم يخبر ستاركي أصدقائه قبل أن يختفي ذلك الكائن؟ ألم يكن من الأفضل أن يكون هناك المزيد من الشهود لدعم قصته؟ وعلى كل حال، فإنما نسبته 80% من المحيطات لم يتم اكتشافها بعد من طرف العلماء، ولذلك فإن تواجد بعض الكائنات التي لم نرها من قبل في أعماق المحيطات هو أمر وارد. ما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن وحش كراكن موجود حقا؟ شاركونا برأيكم في التعليقات. أعزائي متابعي قناة هل تعلم، إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.